هنتكلم عن بقية الليمفاتيك سيستم. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الليمف نودز والسبلين، هنتكلم المرة دي عن البلاتاين تونسل والساينس. البلاتاين البلاتاين تونسل، اولا احنا عندنا البلاتاين تونسل دي اللي يقصوا بيها الليوز. عندنا 3 انواع من التونسلز، اول حاجه الفارينجيال، بعد كده اللينجوال، وكمان البلاتاين. البلاتاين تونسلز عندنا 2 بلاتاين تونسلز، يمين وشمال. طيب ايه اللي بيحصل، او هي شكلها عباره عن ايه؟ ده دايجرام، او ده شكلها تحت الميكروسكوب بالاتش ان اي. ها زي ما اتكلمنا، اول حاجه هنشوفها ستراتيفويد سكويموس ايبيثيليوم، وهنلاقي البارشلي كابسوليتد بالكونكتيف تيشو كابسول، وهنشوف ليمفاتيك نوديولز وما بينهم دي صورة أكبر مبيناني بقى الستراتيفويد سكويموس ايبيثيليوم أهو، ومبينالي الليمفويد فوليكلز جوه الكريبتس. هي عبارة عن كريبتس جواها الليمفاتيك فوليكلز والليمفاتيك تيشوز. كده الساينس، الساينس ده برضو ليمفويد اورجان، ده برايمري ليمفويد اورجان. موجود فين؟ بيبقى موجود بوستيرير للانتير ميديا ساين، ورا الانتير ميديا ساين. فين؟ في الاطفال بس قبل البلوغ، بعد ما بيحصل الماتيريشن او الانسان بيبقى ادلت، بيحصل له ريبليسمنت بشويه فات تيشوز او سيلز. تمام، بيتكون من ايه؟ بيتكون زيه زي اي ليمفويد اورجان من ستروما وبرينكما. الستروما عباره عن ايه؟ ستروما عباره عن
هنا بال H&E هنشوفها عاملة ازاي. اول حاجة هنشوفها ال connective tissue، عامل لي كبسول وهلاقي السبتة اللي بتقسمه لي للوبز، واللوبز اللي بتقسم للوبيولز communicating globules، وهلاقي الفرق بقى في الدرجات، اللون الغامق والفاتح. الكورتكس بيبقى بلون غامق. او دي صورة تانية اكبر، ايه اللي هنشوفه هنا؟ هنلاقي السبتة اللي مقسمهولي كأنها compartments كده او loops، وهنلاقي المظلة والكورتكس والمظلة. الكورتكس فيه ايه؟ قلنا تي لينفوسايتس، وبيبقى معاهم ابيسيلويد ريتيكولر سيلز.